اللي انت شفته امبارح في ماتش الاهلي وامبي ده كان استاد القاهره، ما كانش الكامب نو. واللي الفرقه اللي انت شفتها دي كانت فرقه النادي الاهلي مش برشلونه ولا المان سيتي. وقبل ما اتكلم على دوري الابطال وقبل ما اتكلم على اي حاجه لازم اتكلم على تيكي تاكا الاهلي، ولازم ادي مارسيل كولر حقه اللي تهاجم كتير جدا من قبل ما يجي او من قبل ما يستلم مهام عمله. اتهاجم من وقت ما اداره النادي الاهلي اختارته وقررت انها تتعاقد معاه، وتهاجم وهو مستمر في سلسله انتصاراته وتحقيقه للالقاب واحد تلو الاخر مع النادي الاهلي. فضل يتهاجم ويتهاجم ويتهاجم الى ان رد في الملعب. الحقيقه نتائج مارسيل كولر النهارده في يعني في اللحظه اللي احنا فيها دي، واحنا حتى قبل ما نروح وبصرف النظر والله عن نتيجه نهائي دوري ابطال افريقيا، بتقول انك انت امام مدرب مشروع بجد. هذا الرجل لو اعطيت لي الفرصه كامله واستقر وارتاح مع النادي الاهلي والنادي الاهلي ارتاح معاه، انا متوقع انه هنكون امام مشروع كبير جدا هياخد النادي الاهلي وينقله نقله ثانيه خالص جدا. خلينا نتكلم على مشوار الاهلي وعلى مباراه الطلائع وعلى اداء الاهلي عموما في ماتشاته الاخيره بصرف النظر كان دوري ابطال ولا في الدوري العام، مع ضيوفنا النهارده في السادسة مستنيهم كنت طول الأسبوع على أحر من الجمر، بلال محسن وأحمد مصطفى. مساء الخير وأهلا بيكم بلال. مساء الخير. كاشين النهارده، هم داخلين النهارده الاستوديو تحسهم كاشين كده. لا شد نفسك كده انا ماتش عادي. اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين، ومبروك طبعا فوز السيتي. يعني المباراه فازها من يستحق، والسيتي بصراحه الموسم ده موسم استثنائي لان جوارديولا بقى واقعي. انا كنت مستنيكم تيجوا، انتوا ما جيتوش ليه؟ احنا كلمناك في الموبايل بقى. خوفنا. انا بتكلم على الفرقه، هي الريال ما راحتش ملعب الاتحاد ليه؟ ما راحتش والله. اشباح، كان في اشباح على الملعب. مساء الخير يا ابو حميد. مساء النور يا احمد، ودايما بيبقى مبسوطين واحنا معاك. وطبعا مبروك للسيتي، بس الحاجه اللي هتضايقني قوي ان السيتي بعد ما خرج الريال ما ياخدش البطوله، ياخد الانتر. اه ده اللي انا خايف منه. ده تبقى بص دي بجد انا هتضايقني بصراحه. خلينا نتكلم على الانتر، لان وصول اثنين من الانديه الايطاليه الحقيقه للدور قبل النهائي في حد ذاته ده رد اعتبار للكره الايطاليه. احنا مجهزين ارقام واحصائيات، هنبص بص على طبعا المسابقات الاوروبيه. بس قبل اي حاجه خلينا نطمن على تمرينه الاهلي النهارده بدون توقف، استمرار طبعا لضغط المباريات وتواليها. من بعد امبي امبارح عندنا مباراه جمعه ان شاء الله امام الطلائع، من بعدها الاثنين مع سيراميكا، ومن بعدها نبص على نهائي دوري الابطال. زميلنا كريم احمد موجود في النادي الاهلي، خلينا نطمن منه على تمرينه النادي الاهلي، ونطمن كمان على اللعيبه اللي كانت غايبه، ونطمن على علي لطفي واصابته واخر اخبار موعد عوده او جاهزيه علي لطفي مره ثانيه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، تحياتي ليك وتحياتي ايضا كمان لضيوفك نقادنا الرياضيين وكل جمهور النادي الاهلي. خوف من الاصابات، خوف من الاجهاد، خوف من ضغط الماتشات، واحنا رايحين يمكن على اهم واصعب مواجهه خلال الموسم الحالي مع الوداد في دوري الابطال. نتكلم على برنامج مارسيل كولر، ازاي يتعامل مع التمرينه بتاعه النهارده. نتكلم على، عايزك تطمني كمان على علي لطفي، تقول لي لو عندك اخبار من دكتور احمد ابو عبله عن شكل او حجم اصابته وموعد عودته. يعني طبعا بالتاكيد فتره صعبه ومهمه جدا، تلاحم غير طبيعي ووقت ضيق جدا، بيتطلب مجهود كبير من الجهاز الفني، بيتطلب تركيز اكبر كمان من اللاعبين، لان هي مرحله واحده من اصعب المراحل في هذا الموسم من مباراه بطوله الدوري العام، وبتحضر كمان بالذهن وبالفكر وبالرغبه الكبيره لمباراه نهائي البطوله الافريقيه. لكن كالعاده زي ما الحقيقه الجهاز الفني معودنا واللاعبين، يعني هي مباراه بكل متغيراتها بكل ما فيها، بتتقفل بتبدا تبص على المرحله القادمه، وهي تحديدا بقى مباراه طلائع الجيش القادمه. شفنا التكتلات الدفاعيه وشفنا تضييق المساحات، امور بتكون صعبه جدا. لكن الحقيقه الامر المفرح جدا ان النادي الاهلي يعني الريتم بقى اكثر من رائع، وده يعود للجهاز الفني مستر كولر اللي يمكن ما فيش زي ما الراجل ما قال، ما فيش يعني حد لا اساسي وحد احتياطي، الراجل بيتعامل مع الكل. لكن هي متطلبات مباريات، بيوظف بشكل مميز جدا في بعض الامور. يمكن اكدنا كمان التغييرات مش عشان اللعيب ما بيبقاش مميز او ما بيبقاش موفق في المباراه، على قد ما كمان الجي بي اس والهيت ماب اللي اكدنا عليها واتكلمنا عليها ليها دور كبير جدا في تغيير اللاعبين. الراجل بيتابع تيتسيا مخطط الاحمالي دور مهم جدا في هذا الامر، بنشوف الناس بتقول كولر هيغير في الدقيقه 70 الدقيقه 60، الامور دي كلها امور علميه، ده امر مهم جدا. زي ما اكدنا قلنا بيبقى في قسوه شويه على بعض اللاعبين ان هي ممكن ما تبقاش موجوده او ان هي تطلع من الملعب، لكن المصلحه كلها هي للنادي الاهلي والهدف كله للنادي الاهلي. عشان كده ان شاء الله بنتمنى كالعاده من مستر كولر، الروتيشن مهم جدا، تدوير مطلوب في المرحله القادمه. شفنا عدد من اللاعبين غاب الفتره اللي فاتت الحقيقه، او تحديدا المباراه الاخيره كهربا ومنعم مش شحات. انا هبدا معاك بكهربا النهارده، يمكن كهربا متواجد في
التدريب، بيشارك في التدريب الجماعي بكل قوه ان شاء الله باذن الله يكون متواجد في مباراه يوم الجمعه. ايضا كمان منعم بيشارك في التدريب الجماعي بكل قوته، لكن حسين الشحات اللي شفناه النهارده بيواصل عمليه التاهيل، ومن الواضح حسين هيكون ايضا كمان خارج مباراه طلائع الجيش القادمه، لان انت عارف زميلي احمد هي تدريب النهارده هو تدريب الاساسي، غدا هيكون تدريب يعني مش هيبقى في جرعه تدريبيه كامله للاعبين على قد ما الراجل هيحاول ان هو يضع كل التكتيك والامور البسيطه، فمن الواضح ان حسين هيغيب عن المباراه القادمه. علي لطفي يعني مش هنقدر نقول حتى هذه اللحظه الحقيقه، يمكن طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله يمكن في اشاعه اتعملت لكن لسه في وقوف على الحاله، لكن اقدر اقول لك ان علي مش هيكون متواجد في مباراه طلائع الجيش، هي مش هنقول شد ولا ماذا، هنقول يمكن اجهاد في العضله الخلفيه حتى هذه اللحظه فور الاعلان من طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله، لكن علي لطفي مش هيكون متواجد في المباراه القادمه طبقا طبعا للحاله النهارده عدم وجوده في التدريبات. تدريب تدريب الغد ايضا كمان شفنا النهارده مصطفى شوبير ايضا كمان مخلوف في دعم كمان من قطاع الناشئين بعدد من الحراس، عشان التدريب بشكل عام محتاج جرعات تدريبيه، محتاج ان يكون في عدد من حراس المرمى، امر صعب شويه على ميشيل ياناكون على الجهاز الفني، لكن ثقتنا كبيره جدا جدا في مصطفى شوبير وفي مخلوف ايضا كمان. مصطفى شوبير الحقيقه يعني من الحراس الموهوبه جدا، عنده ثقه كبيره جدا في نفسه، عارف قيمه النادي الاهلي وقيمه هذه المرحله، فمش محتاج ان احنا نحفز مصطفى شوبير ولا ايضا كمان مخلوف، على قد ما محتاجين ربنا يوفقهم بمشيئه الله في المباراه القادمه وايضا كمان مباراه سيراميكا كيلو باترا. الامور طيبه جدا. رامي ربيع ايضا كمان عايز اطمنك عليه النهارده متواجد في التدريبات، متواجد في الجديه، شفناه ايضا كمان المباراه الماضيه ما شاركش، لكن باكد لك على جاهزيته اي وقت يكون متواجد رامي ربيع ايضا يطلبوا الجهاز الفني يكون متواجد، هي بس القصه كلها في علي لطفي والشحات اللي بنعمل ان شاء الله الاصابه ما تطولش شويه لان احنا محتاجينهم الفتره القادمه. اللعيبه النهارده كلها اتمرنت مع بعض ولا كان في برنامج مختلف للعيبه اللي لعبت ماتش امبارح واللعيبه اللي ما شاركتش؟ لا يعني يمكن مستر كولر بعد المباراه على طول يعني بيبعد شويه كل اللاعبين اللي هي بتشارك في المباراه بشكل كامل او كل اللعيبه اللي شاركت في المباراه بقوه 90 دقيقه بالكامل. النهارده يمكن مركز هو على كل المجموعه الثانيه، اللعيبه يمكن خدت مقطص ثلج النهارده ريكفري بسيط، لكن كل المجموعه اللي ما بتشاركش هتاخد جرعه تدريبيه كامله، هو الراجل مركز شويه على هذه المرحله، لكن كل اللعيبه لابد تكون جاهزه، ده امر مهم جدا. الجديه في التدريبات مهمه بنشوفها الحقيقه في التدريبات، توفيق ربنا سبحانه وتعالى بنامله يكون مع كل اللاعبين، الحفاظ على بعض، لكن التركيز زميلي احمد على المجموعه يمكن في هذا التدريب على المجموعه اللي ما شاركتش، الراجل النهارده هيعمل تقسيمه، هيعمل بعض الامور، لكن ادى الراحه للجميع على امل يكونوا متواجدين بمشيئه الله غدا في تدريب فريق النادي الاهلي في تمام السابعه قبل طبعا الدخول في معسكر مغلق، هيكون تدريب بالنسبه لفريق النادي الاهلي مهم جدا، هيقف على كل الامور الخاصه بالتكتيك، طريقه اللعب، التشكيل، المهام اللي بيطلبها اللاعبين، يا رب ان شاء الله يكون في استيعاب كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي من المهام اللي بيوظفها الحقيقه مستر كولر، وايضا كمان توفيق ربنا يكون معانا بمشيئه الله في مباراه الاهلي ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد من داخل نادي الاهلي، دي لقطات من تمرينه النادي الاهلي النهارده، والحمد لله يعني سكواد الاهلي بيكمل يوم بعد يوم، دخل النهارده منعم، دخل النهارده كهربا، مستنيين الشحات، ويهمني انه الشحات واحد من اهم مفاتيح اللعب في نادي الاهلي الفتره الاخيره، فيعني نتمنى ان شاء الله ان هو يكون جاهز قبل مباراه سيراميكا، لانه مهم جدا لعب بقيمه وبتاثير الشحات يبقى موجود ورجله في الملعب قبل ما نروح ان شاء الله لمباراه نهائي دوري الابطال امام الوداد. طيب الاهلي تيكي تاكا، الاهلي مع كولر الحقيقه مش بس امبارح، يعني حتى في مباراتي الرجاء الترجي في تونس وفي القاهره ظهر النادي الاهلي بصرف النظر عن النتيجه، احنا ارقامنا بقالها فتره ونتائجنا بقالها فتره الحمد لله ماشيه كويس جدا، لكن ظهرت كوره كولر مع الاهلي بشكل واضح جدا، ايه السبب في ده بلال؟ يعني في البدايه خلينا نقول ان مارسيل كولر اعاد النادي الاهلي للهيمنه المحليه اللي كان غايب عنها النادي الاهلي لموسمين متتاليين بامتياز. يعني النادي الاهلي اصبح بيدخل مباريات الدوري كما كان في السابق، النادي الاهلي كنا متعودين ان مثلا مباراه انبي ما كناش بنعاني، مباراه مع احترامنا لكل الخصوم، ولكن النادي الاهلي في الدوري كان معروف قدره، وكل مباريات النادي الاهلي في الدوري لما كان النادي الاهلي يتعادل مباراه او مباراتين كانت بيبقى موضوع ومشكله. بالظبط، فمارسيل كولر خلى الفريق عنده شخصيه كبيره جدا، حتى ظهر مارسيل كولر يمكن كمان بعد المباراه في موضوع علي معلول واتكلم وقال تصريحات ليها علاقه في يعني. فهو مارسيل كولر واضح ان هو قافل على الفرقه كويس قوي، مش عايز اي حد يخلق له مشكله من لا مشكله. يعني موضوع علي معلول وان كان بالمناسبه الجمهور بيتكلم في الموضوع ده ممكن على سبيل الدعابه شويه، ان هم الجمهور بيتمنى ان علي معلول يحمل شرط القياده، ولكن هي مش حاجه ذات اهميه او حاجه ليها اولويه طبعا. ولكن مارسيل كولر عايز يقطع الطريق على اي اقاويل او احاديث ممكن تدخل تثير بلبله داخل الفريق، فالراجل واضح ان هو صارم جدا، شخصيته قويه جدا، ده اللي انعكس على اداء الفريق في الملعب. الحاجه اللي بان على السوشيال ميديا او في وسائل الاعلام او بين الجمهور وبعضه
هزار او من توافه الامور بالزبط. او شك يعني حاجه سطحيه بتوصل بشكل تاني. ممكن تاثيرها جوه بالزبط. الفرقه تبقى تاثير تاني مختلف تماما ودي حاجه لازم نراعيها واحنا في مرحله بالغه الحساسيه علشان كده انا بقول لحضرتك ان هو مارسيل كولر كان واضح وكان حازم جدا في الكلام عن الموضوع ده وهو دي الشخصيه اللي اظهرها الفريق امبارح في الملعب وطول مباريات الدوري يمكن احنا كنا اخر مباراه خدها النادي الاهلي كان بتاريخ 17/4 امام سموحه كان النادي الاهلي فاز بهدفين خارج ملعبه امبارح بيعود النادي الاهلي لمره اخرى لمنافسات الدوري بيفوز على فريق على فكره امبي نتائجه مع الكبار مميزه جدا يعني فاز على الزمالك فاز على بيراميدز في كاس الرابطه واخرجه من كاس الرابطه فاز على فاركو فاز على كل الفرق الكبيره تقريبا عمل معاهم نتائج كويسه جدا فامبي امام الفرق الكبيره بيقدم مستويات مميزه ولكن امبارح النادي الاهلي فرض شخصيته وادائه وعملنا المعادله الصعبه بتعمل فوز كبير واداء جيد يا احمد فرحه الناس امبارح فرحه جمهور الاهلي امبارح يعني اول مره طبعا بنفرح على طول لما الاهلي بيكسب لكن في اوقات حتى بنكسب واحنا مش مستمتعين كان بتهيألي الناس امبارح فرحانه من العرض من الكوره من ستايل اللي بقى من شخصيه الاهلي اللي باينه في الملعب اكتر ما هي فرحانه بثلاثه بونت او بالمكسب على امبي طبعا يا احمد زي ما انت قلت ان كولر بياكد كل مباراه ان هو مدرب كبير جدا وده باين جدا في ان خلاص النادي الاهلي بقى واثقين قوي جدا والجمهور الاهلي بقى مبسوط ان هو بقى واثق من الفوز دلوقتي انت بتفكر النادي الاهلي هيكسب كام 2 3 طبعا هو عمل رقم قياسي في ان هو يكسب ثلاثات كتيره في اغلب الانديه لكن كولر مدرب واقعي جدا وعنده ميزه انا بشوف من اهم مميزات اللي هو عملها في النادي الاهلي بس انا هقول لك حاجه يا احمد هو 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 من بدايه كولر من ماتش اتحاد مش اول حاجه لعبها اتحاد من السيتي بره لغايه خليني اقول دور المجموعات حتى بما فيهم ماتش القطن اللي كسبناه 4 وماتش اللي هناك كسبناه 3 كنا بنلعب وبنكسب لكن ما كانش في الاداء ده مظبوط في حاجه حصلت في تطور فجاه بقى واضح للناس كلها والناس كلها شايفاه هنا الانسجام بقى ما هو الانسجام مع الوقت روتيشن اللي كان اغلب الناس بتنتقد وتبقى مش عارف الراجل ده بيعمل ايه اصلا فبدا مع الوقت تعرف قيمه الروتيشن اللي كان بيعمله كولر احنا حتى بدانا نحس بيه امبارح اغلب العناصر كانت متغيره ما اعتقدش ان هنا بنحس بالفرق تماما في اداء النادي الاهلي او حتى في النتيجه محمد شريف في الوقت اللي كولر يعني بيفاجئ او بيراهن عليه بتلاقيه بيجيب جون بسهوله جدا مش مباراه امبي بس في كذا مباراه واعتقد عمل كده برده مع عبد القادر ما كانش بيلعب مباراه الترجي ما كانش بادئ برغم ان عبد القادر كان في اغلب الاوقات الاساسي فاحنا دلوقتي بقينا محتارين عندنا في الهجوم وعندنا في كل مركز في المباراه او في الفريق دلوقتي خلاص عندك الفروق بقت بسيطه فاي لاعب هيلعب خلاص انت ما عندكش مشكله كولر كان سبب في الموضوع ده لان هو مدرب انا بشوف ان هو عنده خبرات كبيره جدا عنده هدوء وواقعيه وعنده اوضه اللبس انا بشوف ان النادي الاهلي من فتره كبيره ما بقاش فيه هدوء جدا في اوضه اللبس من فتره كبيره عامل يعني اعتقد توازن وميزه مخلي حتى زي ما انت قلت بالرغم ان شخصيته قويه جدا لكن برضو في حاله من الـ 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 المرح اللي هو برضو بيديها برضو احساس ان هو مش بشدد جدا لكن اعتقد ان كولر كان سبب كبير في ترتيب او تحول اداء النادي الاهلي مع النتيجه فاعتقد ان كولر مدرب كبير جدا وهيبقى اضافه كبيره جدا وهيعمل تاريخ جدا مع ان شاء الله نراهن عليه ان شاء الله في اللي جاي ماتش الطلايع مباراه الطلايع نزل تقريبا خلاص يعني حسابيا لسه ممكن يكون عنده امل لكن يعني مهمه امامه مهمه مستحيله هل ده يخليه يتشبث بالامل ويقدم جيم كبير قدام الاهلي تبقى مباراه واحنا طول عمرنا ماتشاتنا مع طلائع الجيش يعني بيبقى فيها سخونه ونديه ولا القصه لا يعني انا منتهية. لا انا بتوقع طبعا ان مباراه الطلائع هتبقى اصعب بكتير من مواجهه امبي خاصه ان امبي امبارح والمدير الفني تامر مصطفى كان متحفظ طول الوقت حتى بعد ما تلقى الهدف الاول والهدف الثاني لم يبادر بالهجوم خالص وده كانت علامه استفهام بالنسبه لي وانا يعني بتابع المباراه إن انا عايز اقول لك حاجه يعني وانا اسف ان انا بقطع كلامك ابتدالي انه ستايل لعب النادي الاهلي ده هيخلي الناس تفكر 1000 مره هتلعب الاهلي ازاي يعني فريق عنده كل مميزات الكره العصريه سيطره استحواذ فعاليه كل ماتشات دلوقتي بما فيهم ماتش الترجي هنا وهناك بتخلق عندك قدره انك تخلق فرص كتيره جدا كل ماتش وفي تنوع يعني مش كلها جمله تقدر تقول عليها محفوظه انت كل مره بتوصل بطريقه شكل فبالتالي كل حد النهارده بيواجه الاهلي بيفكر مليون مره هلعب مع الاهلي ازاي
بالظبط. يعني يمكن احنا كنا عانينا فتره كبيره جدا من عدم الوصول للمرمى، احنا كنا بنستحوذ وبنمتلك الكره وكل حاجه، ولكن ما كناش بنهدد المرمى، ما كناش بنشكل خطوره. انت دلوقتي زي ما حضرتك بتقول بتوصل للمرمى عن طريق علي معلول، بتوصل عن طريق محمد هاني، عن طريق بيرسي تاو، عبد القادر، حسين الشحات، امبارح حتى البدلاء الملعب. يعني عمرو السلام امبارح لما شارك جاب كره في العارضه، بالظبط، احمد عبد القادر كان ليه كذا محاوله، القندوسي لما نزل امبارح عبد القادر في كورتين ثلاثه لو كان جابهم يعني عالمي، بالظبط بالظبط، يعني الاخيره لو اشتغل عليها ده من ضمن الحلول اللي موجوده في الفريق، المهاره الفرديه زي القندوسي لما شارك امبارح عمل عرض طيب جدا وساب بصمه كبيره مع الجمهور امبارح، محمد مجدي قفشه في الكره اللي عملها وبرؤيه كبيره جدا لاحمد عبد القادر في كره الانفراد. على فكره طريقه لعب الاهلي دي تخدم جدا لعيبه اللي عندها كره زي قفشه وقندوسي وعبد القادر، صح بالظبط، يعني اللعيبه دي تظهر قوي في التحركات من غير كره، في اللمسات السريعه، لمسات الباسات القصيره، يبان يعني تاكيدا على الكلام ده. دي الهجمه الوحيده للام بي، دي الهجمه الوحيده للام بي، وتصدى ليها علي لطفي جدا من علي لطفي، طبعا كان ليها تاثير كبير على النتيجه. حد يساله دي واحده لحمدي، اعتقد دي تمريره عبقريه من محمد شريف في ماتش الترجي، قعدوا يعني دي تيكا توكا بالظبط، من السلية بكعبه لقفشه لعب قادر للسلية تاني لعب قادر، كان احلى كان احلى هدف في تاريخ الموسم كله وفي تاريخ العشر ده، اعتقد دي جمله من مستر كولر، يعني كوره ما بنشوفهاش غير جدا برشلونه من ايام برشلونه لما كان برشلونه، ارسنال لما كان ارسنال، دينيس بيركامب وهنري لا احنا كمان شفنا امبارح، لسه بقول لحضرتك القندوسي لما شارك والكعوب اللي عملها والمهاره الكبيره، شفنا احمد عبد القادر في اكتر من كوره، شفنا لعب جماعي والتمرير بين الخطوط، يعني يمكن الهجمه دي كان فيها تمريره مميزه جدا لمحمد شريف اللي سقط ونزل عشان خاطر يسحب معاه المدافع، وفضل حمدي فتحي اللي عمل يعني بص دي كره الهدف شريف، يعني بص بقى حلوه قوي من شريف بصراحه، ولكن قبل كمان كره قبل بص دايما حمدي فتحي واخد اتنين معاه اهو، هو ده اللي حصل في كره الهدف الاول، يعني حمدي دخل لجوه منطقه الجزاء، اتلعبت لحمدي، اتنين معاه التحموا معاه، فضل محمد شريف، ولكن هنا طبعا يحسب لمحمد شريف بمهاره فرديه رائعه على طريقه وليد سليمان، واحساس برضو يعني احساس باحداثيات المرمى طبعا هو يعني هو ما شافش الجون حتى بعد ما الكوره دخلت الجون، واعتقد ان الجون كمان اصلا بالرغم ان هي الكوره مش قويه لكن ما توقعهاش بسبب ان هو اخذ قرار مفاجئ ورايحه في زاويه برضو صعبه جدا طبعا، بعيده راح بعيده خالص، علي لطفي برضو طبعا كان عامل اداء مميز علي وعايزين برضو يعني كولر بصراحه يعني من ضمن مميزات اللي عملها ان هو في لعيبه احنا شايفينها اتطورت، بقت يعني كنا اوقات كتيره كنا بنقول مستواها ماتش زي محمد هاني، محمد لازم نديله حقه بصراحه، بيقدم مستويات كبيره جدا جدا جدا، شايف ان هو بيرسي تاو بيمر باعلى فتراته الفنيه، بس لو تفتكروا نفس السكواد ده في يعني في اوقات تانية قبل كده كنا بنعاني، كنت يعني الفرقه اللي قدامك لما بتلجا لفكره والله زمان يا سلاحي وتتجدد دفاعيا تقعد انت 90 دقيقه كنا بنكسب بصعوبه في الدوري ما كانتش الكيمياء بينهم، ما كانتش الكيمياء بينهم، ولما بتكسب بالواحد بالعافيه صح بالعافيه بالظبط، عشان كده بقول لحضرتك احنا كنا بنعاني كتير جدا عشان نوصل للمرمى ونخلق حلول، ولكن دلوقتي بقى في انسيابيه كبيره جدا، احد اهم يعني عوامل الاداء او اللي غير الاداء بصراحه وهفضل عند رايي هو دخول مروان عطيه لتشكيل النادي الاهلي. لا بص انا هقول لك حاجه، مروان اضافه أداء كبيره أداء واداء لا اضافه كبيره جدا لخط نص النادي الاهلي، ولاعيب ما شاء الله عليه ربنا يحفظه يا رب، لكن انا بشوف انه اكتر حاجه وصلت الاهلي، يعني اذا كنا بنحاول نخش كده في عقل كولر، اكتر حاجه وصلت الاهلي للمستوى ده من الاداء هو فكره عدم التمركز في الملعب، يعني التقيد بالمراكز. انا النهارده بشوف لعيبه بتغير يعني الاول يتفق في ده كل مدربين، مش بخص مدرب واحد، لكن كل واحد ورث فدان ارض بالظبط الحته دي بتاعتي في الملعب، انا ما بروحش لا يمين ولا شمال، لكن النهارده بقينا بنشوف ده بيجي من اقصى اليمين لاقصى الشمال، وهاني بيخش في نص الملعب ومعلول بيخش في نص الملعب وعبد القادر حمدي فتحي بيدخل 8 فعدم التقاعد بمراكز دي واحده بس. انا عايز اقول لحضرتك استكمالا لنقطه مروان، انا في رايي برضو ان اللي عمل او ادى كولر الشجاعه ان هو يعمل كده هو وجود مروان عطيه، لا يعني قبل دخول مروان عطيه للتشكيل كان حمدي فتحي اللي بيلعب رقم 6، ما كانش لسه حمدي، بعد بقى ما دخل مروان للتشكيل ابتدى مارسيل كولر يفكر في مركز جديد لحمدي فتحي ويدخل كمهاجم ثاني، وده بصوره كبيره جدا، لان معظم اهداف النادي الاهلي الموسم ده خاصه من يناير هتلاقي حمدي مشارك فيها، اما كان بصناعه او تسجيل واهداف حاسمه وحاجات كلها بيساهم فيها بدور كبير جدا. طيب حمدي فتحي تفضل بقى
على الورقه، سيبك من النتيجه وسيبك منافسه على الدوري خالص، ما بتكلمش ارقام دلوقتي، لكن بكلم شغل مدير فني. تفضل انه ماتش، انت فاضل لك ماتشين قبل ما تروح لدوري، ماتشين دول تلعب فيهم على انه اعمل بروفا سواء في الطريقه او في التشكيل او في الجمل اللي انا رايح العب بيها مع الوداد، ولا لا الماتشين دول اجيب الستة بونت باقل خسائر ممكنه، سواء من ناحيه الاجهاد او من ناحيه لا قدر الله، لا قدر الله ما نتمناش ده يحصل يعني اصابات، واطلع كده بفرقتي سليمه، ومن بعد ماتش سيراميكا في الملف الدوري ده وابتدي احضر للوداد بشكل منفصل. بالنسبه لي انا، بالنسبه لمستر كولر، يعني انت شايف انه ايه الافضل من وجهه نظرك؟ الافضل من وجهه نظري ان في بعض العناصر تدخل زي مباراه ام بي كده بالظبط، يعني شوف المناصر اللي تبقى جاهزه للمباراه، تبقى كل القوام عندك جاهز زي عمرو السوليه، محتاج ياخد من بدري شويه، يدي القفشه برده من بدري، خالد عبد الفتاح، اغلب اللعيبه محمد شريف برده ياخد تاني، عشان يبقى كل اللعيبه جاهزه لمباراه طبعا نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراه مش سهله تماما. لكن اعتقد مستر كولر بيفصل كل مباراه عن بعضها. انا متاكد ان هو بيفكر التفكير ده، وده شفناه طبعا، ان كل حتى الناس استغربت ان هو يلعب مباراه العوده بتاعه الترجي بحمدي فتحي برغم ان هو معرض ان هو ممكن يطرد، ويلعب بالتشكيل الاساسي تماما. فدي باين ان الراجل ده لا، انا عنده اصرار. معلول كنا فاكرين انه هيريح، يعني انا عايز اخد من كلمه احمد حاجه مهمه، بيفصل اللي يترجم بقى كلام احمد ويقول ان فعلا كولر التصريح الشهير بتاعه ان اهم مباراه بالنسبه لي هي المباراه القادمه. طبعا هو انا بتكلم في ان كولر اعتقد كل مباراه فاصلها تماما عن المباراه اللي بعدها، يعني هو بيتعامل مع المباراه اللي جايه بتاع طلائع الجيش، اعتقد دي مباراه منفصله تماما، مش هيفكر، ما بيفكرش دلوقتي خالص، لان هو عامل حاجه حلوه من اول الدوري، من اول ما بدا يمسك، ان هو مجهز اللعيبه كلها، عامل روتيشن، حتى لو في لعيب يعني غاب لايا كان السبب، لا هو عنده بديل. وعشان كده اعتقد مع كولر النجم هو النادي الاهلي، ودي على فكره من شخصيه النادي الاهلي. عشان كده كولر اعتقد ان هو يعني بقى شارب من شخصيه النادي الاهلي كتير جدا، جدا بقى في طريقته، في المؤتمرات الصحفيه بتاعته، ان هو خلاص تحس ان كولر بيتعامل بنفس الهيبه بتاعت النادي الاهلي وبنفس المتعه مع المكسب، خلاص بقى ما فيش نجم، النادي الاهلي ما بيقفش على نجم. صحيح، وان كانت المكسب في المرحله دي مهم جدا، لكن طبعا انا اتمنى من الاهلي، من الفرقه يعني، اهي كره عبد القادر اللي كنا بنتكلم عليها، عمل كل حاجه، فينيسيوس رقص كل الناس، عمل كل حاجه في الكوره. يعني هو كان عيد ميلاده، اكيد زعل جدا، عيد ميلاده كان امبارح، فكان مزاجه رايق. اللعيب الحريف دي ضربته، يعمل لك كوره حلوه قوي، ودي بتاعت قندوسي طبعا برضو لمها حلوه قوي، وما احنا وصلنا كتير. هي دي يمكن وانا ببدا الحلقه النهارده الحاجه الوحيده السلبيه اللي تبقى مستمتع بيها، يعني هي سلبيه بس انت مستمتع بيها، انك بتوصل من كل حته وبتوصل بالزبط. بمختلف الاشكال، مهاره ومراوغه واختراق، عرضيات، صح، تصويب من الخارج، تحرك، يعني بص انت امبارح عملت كل حاجه في الكوره، والنتيجه ما تعجبش ابدا. لا قدر الله، مش عايزين يعني نيجي في وقت نندم فيه على الفرص الضايعه دي. دي السلبيه بقى، هو دي النقطه السلبيه، ان الحاجات دي لا يجب اهدارها، لانه في اوقات ممكن تندم. مباراه امبارح تعتبر استكمال لمباراه الذهاب في رادس امام الترجي، كان اللعيبه برده بتتسابق على اهدار الفرص السهله امبارح، نفس الكلام. نتمنى ان شاء الله من مباراه طلائع الجيش ومباراه سيراميكا ان يكون في جديه اكتر واهتمام اكتر في التعامل مع الكرات السهله. الف سلامه علي لطفي، تعاطفت معاه جدا 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 في اللحظه، حظه سيء صراحه. طبعا باد لك، ومش هي مش لك بصراحه، هي برده يعني علامه استفهام بصراحه. خد بالك انه هو راس المرمى فتح سبرنت، عارفين كبه اسرع لعيب في العالم، فتح سبرنت جامد، بس هو في النهايه برده يعني حارس المرمى هو اقل لاعب بيبذل مجهود بدني في الفريق، فلما يبقى عندك اثنين اصابه شناوي، مشكله داخل كمان على نهائي كمان، بس وجود مصطفى شوبير يطمنك، يعني مصطفى شوبير واحد من افضل الحراس على كل حراس مرمى النادي الاهلي الكبار او مدربين حراس المرمى، هتلاقي كلهم بيقولوا انه شوبير وحمزه علاء ومصطفى مخلوف الثلاثه، طبعا على فكره الثلاثه منتخبات اولمبي، منتخب شباب، منتخب ناشئين، الثلاثه. لا يعني كل الناس بتقول لك، حتى مش الفخر قايمه مصطفى مخلوف، في ناس بتقول لي شاعر في مصطفى، منتخب الشباب، هو حارس منتخب مرمى 2003، منتخب 2003 مصطفى مخلوف حارس على منتخب الجامعه، تقييم مدربين حراس مرمى بالظبط، عين مدرب حراس المرمى رؤيتهم غير فاهم، يعني طبعًا شايف انه ده حارس مرمى كويس كده. طيب يعني كل التوفيق للاهلي في ماتش الطلائع، ومن بعد ان شاء الله سيراميكا، وان كان هيكون عندنا وقت نتكلم على ماتش سيراميكا، بس نتابع ماتش الطلائع يوم الجمعه، نقفل المحلي ونروح للاوروبي. خلاص بقى، تعالوا لي، انا قلت تعالوا لي بقى، تعالوا لي بقى، خلينا في المحلي. خلينا في الاهلي، الاهلي بيكسب. انتر ولا الميلان؟ انتر ولا شوف انتر ولا السيتي؟
لا السيتي مش قادر تقولها انت مش قادر تقولها لا لا السيتي السيتي انا يمكن احنا انا كنت قلت في حلقه سابقه هي شكلها سنه انصاف الناس اللي كان ليهم تاثير على كره القدم. كره القدم انصفت ميسي في كاس العالم وقلت يمكن تنصف جوارديولا ويتوج بدوري ابطال اوروبا وهي شكلها خلاص يعني على مقربه على بعد خطوه واحده جوارديولا. والسيتي ده ما ينكرش المجهود الكبير والمشوار العظيم اللي عمله انتر ميلان في البطوله زيه زي مانشستر سيتي، ولكن يعني على ارض الملعب لا السيتي اقوى بكتير من اسلحته اقوى من اسلحه صحيح. انتر ميلان اسبانيا غايبه، الانديه الاسبانيه هي اكثر انديه العالم تتويجا بلقب الشامبيونز ليج، في 13 نادي من اسبانيا شاركوا في الشامبيونز ليج احرزوا 19 لقب طبعا. ايوه حصه الاسد او نصيب الاسد منها ريال مدريد. لريال مدريد 14 لقب. انجلترا في 10 انديه شاركوا في دوري ابطال اوروبا حققوا 14 لقب، طبعا ابرزهم الليفر واليونايتد. السيتي ما حققش لسه لقب تشامبيونز ليج، هيحققه ان شاء الله يوم 10/6 على حساب اسطنبول بالظبط كده. ايطاليا في المركز الثالث، 10 انديه من ايطاليا شاركوا في تشامبيونز ليج 12 لقب، اهمهم طبعا الميلان 6 القاب. المانيا 14 نادي شاركوا 8 القاب، اهمهم طبعا بايرن ميونخ. هولندا 7، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي، هولندا في 7 انديه شاركوا منهم 6 انديه احرزوا اياكس يا جماعه 4 القاب في الشامبيونز ليج. اياكس برضه نادي وايدهوفن 1 وفاينرد 1. هتيجي احصائيه دلوقتي الدوري الهولندي مقرب جاي طالع طبعا طالع هنشوفها دلوقتي معاكم واقول لكم رايكم فيها. فرنسا 10 انديه، ما فيش طبعا غير مارسي او مارسيليا هو اللي فاز بالبطوله، والبرتغال اعتقد بنفيكا، لا بورتو، بورتو مع مورينيو النهائي، النسخه اللي قدمت لنا مورينيو صحيح، النسخه الوحيده اللي فاز بيها نادي برتغالي في الطريق. طيب تعالوا نشوف عشان ندي ايطاليا حقها بصراحه برضو. اربع فرق في السيمي فاينال، روما ويوفي في اليوروبا ليج، اليوروبا ليج والميلان والانتر. بس الاول طب بما ان هم على دولنا دي خلينا ناخد دي. جماعه انتوا عارفين انه في حاجة اسمها الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، هخلي بلال يمكن يشرح القصة ماشي. ويقول لحضراتكم الريسك حاصلة فين أو إيه المتغير أو إيه اللي ممكن يجد جديد في القريب العاجل، وده مرتبط بنتائج الأندية طبعا اللي بتشارك في بطولات أوروبا. يعني يمكن الإحصائية دي عن مشوار الأندية الأوروبية في دوري أبطال أوروبا وفي اليوروبا ليج، هنجد إن في المركز الأول طبعا بيأتي الدوري الإنجليزي في الصدارة، بيتحدد رانك أو ترتيب الدوري على حسب نتائج ومشاركات الانديه الانجليزيه اللي بتتبع ليه في بطولات الاتحاد القاري في بطولات الاتحاد الاوروبي. فاللي بيجي في المركز الاول الدوري الانجليزي لانه نتائج الانديه الانجليزيه في بطولات اوروبا على اعلى مستوى، بيوصلوا للادوار النهائيه، بيحاول لقب، بياخدوا مراكز دايما متقدمه، فبيجي الدوري. هو بالمناسبه كمان هي ممكن ما يحققش اللقب على قد ما هو الانديه بتاخد بنط بالفوز. طبعا في بوينتس بالظبط، من اول ما توصل دور المجموعات بتاخد نقاط، دور الثمانيه، دور ال 16، وده التصنيف المعروف عشان برضو والمعايير، ولو كن لو حضرتك تفتكر كان بالظبط على نادي بارني. الله ينور ايوه هنروح في الاخر، فهي دي المعايير والناس هناك ما بتعترضش خالص وما بتشككش يعني. فهنجد انجلترا في الصداره، ياتي بعدها الدوري الاسباني في المركز الثاني، الدوري الالماني بقى صعد للمركز الثالث، ودي مفاجاه بالنسبه لي الايطالي. بقى الدوري الايطالي على فكره هي النتائج دي اعتقد ان هي هتتغير او بشكل كبير هتتغير بعد نهايه الموسم، لان الانديه الايطاليه عامله نتائج مميزه جدا. عندنا نابولي وانتر وميلان في الشامبيونز ليج، وروما ويوفي في اليوروبا ليج. الخمس انديه عاملين نتائج ممتازه، منهم روما في فاينل اليوروبا ليج، وانتر في فاينل الشامبيونز ليج. ده رد اعتبار للكره بالظبط، وروما كمان كان توج بدوري المؤتمر الموسم الماضي. الدوري الفرنسي في ايطاليا رابع، فرنسا الدوري الفرنسي في المركز الخامس، ولكن الدوري الفرنسي بقى دي المفاجاه مهدد من الدوري الهولندي زي ما كنا بنتكلم. الدوري الفرنسي فرق بينه وبين الدوري الهولندي 2 بوينت 2 بوينت فقط، يعني ده 61 وده تقريبا 59. الترتيب على فكره كان البرتغالي
هو اللي بيهدد الدوري الفرنسي. بالظبط. البرتغالي تراجع. يعني دي برضو من ضمن المفاجات ان البرتغالي تراجع للمركز السابع في المقابل الدوري الهولندي اصبح خطر كبير على الدوري الفرنسي ان هو يصعد مكانه للترتيب الخامس. ياتي بعد كده الدوري البلجيكي والاسكتلندي والدوري السويسري برضو في المركز العاشر. برضو في هنا مفاجاه. لا اللي كان مفاجاه بالنسبه لي ترتيب الدوري التركي. رغم حجم الانفاق الكبير والنجوم الكبيره يعني ايكارديو وعندهم لاعبين كبار جدا في الدوري الايطالي ولكن تراجع الدوري التركي جدا لان نتائج الانديه التركيه في متراجعه جدا ما بيتخطوش دور المجموعات تقريبا. الغريب ان دوري زي صربيا مثلا دوري بالنسبه لك لو قلت لك الدوري الصربي تعرف اسم نادي صربي؟ ممكن تعرف اسم نادي صربي؟ صربيا لا في انديه كتير في النجم الاحمر الصربي. النجم الاحمر الصربي ده كان بيستار ده كان زمان خالص يعني هو ممكن يصعد ساعات احيانا بيدخل في دور المجموعات. لا بقوله انه يعني مش دوري ليه عليه اضواء. لا ورغم كده نتائج الانديه الصربيه في بطولات اوروبا افضل بكتير من الانديه التركيه لان انا زي ما بقول لحضرتك الدوري التركي ما بيعمل لا كمان ما بيعملوش نتائج كويسه الانديه التركيه في دوري الابطال او في اليوروبا ليج بيخرجوا بدري جدا. بمناسبه كلام بلال على الانديه الايطاليه هل شايف ان وجود الانتر السنه دي ومش بس الانتر والميلان كمان في دور ربع النهائي انتر طرف في في في, في نهائي تشامبيونز ليج رجع الكره الايطاليه رجع الدوري الايطالي ولا السنه دي حاله استثنائيه؟ اخر موسم او اخر نهائي حضره نادي ايطالي في دوري ابطال اوروبا كان موسم 2016 على ما اتذكر يوفنتوس. بالظبط. بتكلم عن ايه سبع سنين تقريبا غياب. لا طبعا ولا حاله استثنائيه السنه دي؟ لا طبعا مش حاله استثنائيه خالص. الكبار البارسا مش موجود، البايرن مش موجود، الريال خرج يعني فاهم، فده ساعد على الانديه الايطاليه انها توصل؟ ما ساعدش ولا حاجه، بس اعتقد ان الحاله ديت هتستمر الفتره الجايه طبعا. وشايفين المدربين اللي موجوده في الدوري الايطالي يعني مورينو طبعا ادى اضافه كبيره للدوري الايطالي جدا، واسباليتي ده تاريخ النهائيات. اخر نهائي كان ريال مدريد واليوفي من ايطاليا خلص طبعا 4-1 2016 2017 بالظبط. واخر بطوله بتهيألي حققها نادي ايطالي كانت الانتر 2010 على حساب بايرن ميونخ 2009 2010. هو الانتر فاز 2010 في ملعب سانتياغو ده الارجنتين اسمه ايه اللي جابوا الجولين كان من كريسبو لا ما كانش كريسبو اللي هو اخوه بقى كانوا هما اتنين من الفيرود دييجو ميليتو الارجنتيني ده جاب جول حلو قوي. كان مورينيو على حساب البايرن بيتهيألي على حساب البايرن ايوه كان مورينيو اللي كان ماسك 2010 مورينيو اللي كان ماسك اصلا نهائي اللي اتلعب في سانتياغو برنابيو وبعديه على طول مورينيو تولى تدريب ريال مدريد. مورينيو كان خرج برشلونه تقريبا في الدور الاول. ايوه صح كده. مين على يعني على الورق شايفين مباراه واحده ما فيهاش ذهاب وعوده شايفين المفاجآت اللي بتحصل؟ يعني مفاجأة تشيلسي مع سيتي قابلة للتكرار في الانتر مع مانشستر سيتي ولا لا السيناريو ده صعب يتكرر تاني؟ أنا بالنسبة لي بعد مباراة الانتر والميلان وشراسة الانتر قوي خد بالك حتى الليفر والريال الليفر كان أفضل. طب بالظبط وكان أكثر سيطرة وكان ومع ذلك الريال خطف السيتي طبعا محدش يقدر ينكر إن هو الأقرب، لكن مباراة واحدة عشان تحسم اللقب مصعبة الطريق السيتي تماما. انا شايف ان الانتر سهل جدا يخطف اللقب من السيتي لان فريق شرس مش انتماء والله. انا مش منتمي للانتر ولا للسيتي. انا عايز اقول لك انا خايف من ماتش الانتر اكتر ما كنت خايف طبعاً من ماتش الريال لان الانتر فريق شرس وبيلعب بعنف كبير جدا وعندهم يعني هجمين زي ما بيقولوا عندهم مثلث هجومي مرعب. لوكاكو على الاقل قاعد دك اصلا، تخيل ان اللي بيلعبه ديزيكو طبعا مقدم مباراه كبيره جدا، واعتقد ان لوتارو طبعا متالق وكان سبب في وصولهم للنهائي امام الميلان. فالانتر فريق مش سهل واعتقد انه ممكن يخطف اللقب على حساب السيتي. لا يعني انا قولا واحدا اذا كان جوارديولا هيحافظ على الواقعيه اللي تحلى بيها في مباراتي ريال مدريد ذهابا وايابا وهيظل على الواقعيه بدون الفلسفه الزائده اللي كان بيستخدمها في البطولات الماضيه فقولا واحدا مانشستر سيتي بطل لدوري ابطال اوروبا. ولكن وانا اعتقد ده السيناريو الاقرب ان جوارديولا مش هيفرط في اللقب في المحطه النهائيه. ممكن يعني الانتر هيتعب شويه مانشستر سيتي. انا اختلف مع احمد شويه في موضوع الناحيه الهجوميه، لا انا شايف ان الانتر مميز جدا دفاعيا يعني الثلاثه اللي بيلعبوا ورا مميزين جدا، ممكن يقفوا شويه يتعبوا مانشستر سيتي. قدام مين ده هيقفوا قدام حد؟ يقفوا قدام مين؟ خلي بال حضرتك اقول لك على حاجه، هو التنظيم الدفاعي الكره الايطاليه تشيلسي على فكره كسب السيتي في نهائي دوري الابطال بتنظيم دفاعي. بالظبط.
خمسه ساعتها. التنظيم الدفاعي آه. هو اللي ما كانش عندنا هالاند بس بصرف النظر عن قعد الفردين بره اجويرو وفينيسيوس ما انا عشان كده بقول لك لو جوارديولا استمر على الواقعيه اللي كان عليها في مباراتي قبل النهائي فجوارديولا هيتوج بالبطوله. طيب عشان وقتنا هقفل ملف الشامبيونز ليج والايام جايه ولسه بدري على 10/6 هنفتحه بالتاكيد تاني يا اما ياخد معاكم جوله سريعه في اخبار لاعبينا المحترفين في الخارج. انا كنت بتكلم في فقره الجي بي اس قبل ما انتم تدخلوا عن مشاركاتهم، هل في جديد فيما يخص انتقال احد اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج؟ اتكلمت على مصطفى محمد، مرموش خلاص مرموش راح اينتراخت، مضى خلاص اينتراخت فرانكفورت وكلمنا عليه، لكن الكلام على مصطفى محمد، الكلام على تريزيجيه، في كلام على انتقالاتهم. احمد اعتقد ان عوده مصطفى محمد اعتقد مصطفى محمد مش هيكمل فعلا واعتقد ان هو هيرجع جلطة سراي ومش هيكمل الكلام برضه. بسبب الازمه الاخيره اللي حصلت مش بص ورغبته يعني في عدم المشاركه في مباراه النونت عشان قصه المثليين وما الى اخره، ولا ده جزء بس ملوش علاقه يعني ملوش علاقه. اعتقد ان هم يعني مش هيفعلوا البند طبعا وهيرجع جلطة سراي، واعتقد ان جلطة سراي هي طبعا مش هي ولا القيمه الماليه بين الناديين هي اللي ما تمش، ده سبب كبير جدا. الدوري الفرنسي برضو في المبالغ الكبيره ما بيدفعش في اي لعيبه معينه يعني، فاعتقد ده سبب برضو من ضمن الاسباب. فاعتقد مصطفى محمد هيروح نادي لا نانت ولا جلطة سراي، اعتقد الموسم القادم هيبقى في نادي ثالث خالص. يعني رهانك انه حتى مش جلطة سراي، لا مش هيكمل في جلطة سراي حتى. تريزيجيه، انا بس عايز في البدايه اشيد بمصطفى محمد جدا وبندعمه، يعني كلنا سبورت ليه في الموقف اللي هو عمله، موقف مشرف، موقف تاريخي هيبقى في الذاكره. وبالمناسبه هو حاجه مش سهله خالص على اي لعيب بيلعب في اوروبا وخاصه في فرنسا ان هو ياخد موقف زي ده، فاحنا بنحييه. بالنسبه لدعمه او انا مش بس عجبني موقفه، انا اللي عجبني اكتر من الموقف لانه موقف مفهوم جدا وما اعتقدش ان في حد ممكن يختلف على موقعه، لكن بالزبط. انا عجبني ربي. اسلوبه وتعليقه بالزبط. وشرحه بالزبط. واختياره للكلمات الخاصه كان موفق جدا. يعني هنا نقول في تطور، وده جزء من تطور العقليه والثقافه اللي احنا بنتكلم عليه، وانت بتتعامل مع ثقافات مختلفه معتقداتهم وارائهم بالتاكيد ليها احترامها، لكن لو اختلفت معاك ازاي تعبر عن الاختلاف ده؟ فانا بقى انا بشيد في الحته دي بصرف النظر عن الموقف، لغه واسلوب الرساله كان الحقيقه اكتر بالظبط. ويمكن هو نال احترام الجميع، وحتى رد فعل النادي كان هادئ جدا، وشارك بعدها في المباراه اللي بعدها على طول لمده، يمكن حضرتك كنت بتستعرض الاحصائيه، شارك لمده 85 دقيقه. فمصطفى انا اعتقد ان هو طبعا هو النادي ما فعلش بند الشراء، فهيرجع جلطة سراي، ممكن في احتمال انه يكمل او يروح دوري خليجي، وممكن نفاجئ بيه في مصر. سريعا جدا، تريزيجيه والكلام عن انتقاله الاهلي الجده، في ناس بتاكد وفي ناس يعني بتاكد النفي او بتقول لك الكلام ده مش ممكن يحصل، في اي معلومات؟ يعني انا عندي معلومه مش متاكد منها، ولكن يعني هو شبه ان هو يعني خلاص اتفق مع اهلي جده على الانتقال. ما اعتقدش ان تريزيجيه يروح اهلي جده. انت ده خلقنا لنختلف. لا 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 ما اعتقدش هو لا لا الاختلاف في الراي لا يفسد. وعايزين عايزين برضو نوجه تحيه طبعا، واحنا بقى هنوجه الدعم والتحيه النهارده كتير لتريزيجيه بعد برضو الموقف اللي كان حصل في الدوري التركي. تريزيجيه ابن من ابناء النادي الاهلي ومن اللاعبين المحترمين جدا. والله ما لحقتش استمتع بيكم النهارده ولا احنا، والله احنا الحمد لله ان اهم حاجه الفقره بتاعت الاهلي خلصت. احنا كنا نعرف نعمل فقرات اكتر عشان الطريقه رايحه، فاحنا جايين نورت الدنيا نورت الدنيا. احمد مصطفى وبلال محسن شرفتونا ونورتونا، بنسعد بيكم في السادسه دايما، وهارد لك قبل النهايه تعوضوها ان شاء الله بعيدا عن السيتي، ما عنديش مانع ريال يكسب بس بعيدا عن السيتي الموسم اللي جاي. وعايزين في مره نفتح ملف العنصريه برضو بمناسبه الاحداث اللي حصلت مع فينيسيوس كده في وقت نتناول يعني العنصريه في العالم. الانستجرام وقف بسببه الحلقات الجايه. الانستجرام جاي كتير ان شاء الله. نورتوا الدنيا، بشكركم على المتابعه، كل التوفيق للاهلي ان شاء الله في ماتش طلائع الجيش. ويعني يمكن لاول مره بقول كده في حياتي، اللي يهمني في ماتش الطلائع ده ان انا اطمن على انه استمراريه الحاله قبل اي شيء تاني، حتى بالنسبه لي انا لوحدي مش بالنسبه لاي حد تاني، حتى لو كان ده على حساب نقاط المباراه، لكن يهمني اكثر ان اشوف اداء الاهلي على مدار 90 دقيقه بنفس الحاله اللي شفناها في مباراه الترجي وفي مباراه الامبي. وما عنديش شك انه لو الاهلي قدم العرض ده هيفوز ان شاء الله باذن الله بسكور كبير. تحياتي ليكم، ونتقابل الاسبوع الجاي حلقه جديده من السادسه.